الرجل محتاج لجمعيته ده فعلا؟ لا وش كده؟ على طول بسم الله. نورتنا استاذه هناء النهارده الحمد لله وشرفتنا. بصي يعني انا هقول حاجه مهمه جدا، كل قوانين الاحوال الشخصيه بتصب في صالح المراه وبتنصف المراه وبتدعم المراه وعلى الورق مخليه المراه حياتها وردي. تعالى طبق على الارض الكلام ده ما بيحصلش ومش موجود ومفيش تنفيذ على الارض، كلها منسفه على الارض. خلاص حضرتك هتجيب لي امثله فرديه وتقول لي اصل ما اعرفش مين ولعوا فيه واصل مين رموه من الدور الكام، هجيب لك انا كمان امثله لستات طفحه الدم من طليقها ومالتي مليونير ومش عايز يصرف و و و. فبلاش نتكلم، يعني انا بشوف ان القضايا اللي زي كده الاحسن والاجدى فيها ان ما نتكلمش عن الحياه، عشان هتجيب لي رجاله تعبانين ومظلومين هجيب لك ستات تعبانين ومظلومين. نتكلم في الموضوع نفسه. ايه هو الموضوع نفسه؟ الموضوع نفسه ان ان الست عندها مشكله كبيره جدا فيما بعد الطلاق، وست خدت قرار انها تهد حياتها وتعيش منفصله، يعني ما تفتكرش ان الراجل هو اللي بيدفع فاتوره الانفصال الطلاق. لا، الست اكتر واحده بتدفع لان هي اللي بتمسك الاولاد. حضرتك من ضمن الحاجات اللي بتطالب بيها تعديل يعني تقليل سن الحضانه، هياخدهم يعمل بيهم ايه؟ حد طايق نفسه اصلا في الزمن ده عشان ياخد اطفال يربيه؟ ما فيش حد اولى بالاطفال غير امهم. يعني هو المساله مش بس ان احنا ان انا عايزه ابقى عملت حقوق للرجل فهجيب له العيال وهم لسه سنهم 9 و10 سنين، هيعمل بيهم